الله وبركاته من النادي السوري تور الزينة. اليوم حنتكلم على موضوع أول تجربة بالنسبة لي بصراحة، وإن شاء الله حنكون سباقين بهالموضوع بالنادي السوري لتور الزينة. حنحكي اليوم عن التلقيح الصناعي بالنسبة للطيور المضروبة مثل الأعمى مثلا. وأكثر اليوم حنحكي على التلقيح الصناعي. أنبوب من المخبر، أنبوب سحب الدم، حاولوا نجيبه بأنبوب، يعني قولوا له أنبوب راس أزرق لأنه الراس الأحمر بيحمل مواد كيماوية مانعة التخثر، ما بدنا احنا هالفوتة كلياتها. حاول إنه يكون حوالي المزبل، حوالي المزبل ما في سواد أو بياض، أكرمكم رب العالمين، بيكون في وسخ أو كذا مشان ما يطلع بالأمر. حركة صغيرة هيك، ثلاثين أربعين ثانية. طبعا لازم يكون الفحل قوي، الذكر عم يحكي، والإنتاية يكون باقي لها 4 أيام للتبيض أو 5 أيام للتبيض تقريبا، ما يكون أكتر. نحاول نحرك الريش الشعوري شوي بلطف، والحركة هاي بلطف، لطف كتير. الأنبوب دخله شوي مع حركة كتير صغيرة، الأنبوب بيدخل تقريبا ميلي مو أكتر. بنشوف انه السائل المنوي بلش يتعبى بالانبوب مثل ما انا شايفين. بنكرر العملية كل يوم لحتى تبيض تاني بيضة، والله اعلم، بس انا هذا اللي شفته بصراحة واللي قريته. نجيب الطيرة، شايفين؟ نحط الأنبوب بكل لطف، نفخة صغيرة بالتم. ادعوا لنا بالتوفيق ان شاء الله، بنشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من نادي السوري لطيور الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.